عارفش النهار اللي غترجع تدير فيه الحوايج اللي كتبغي، واش يمكن بعدا ترجع ديرهم ولا لا. اوكي، من بعد ما حيت الحديد كان خصني ندير الترويض. بركه بزاف ديال الترويض، ومني ولات رجلي مزيان طلعت للصومي ديال الكاتدرال ودرت الاسكالات في التاغيه. الي الحمد لله كلشي داز شبه مزيان، ولكن باقي السؤال اللي كنت كنسول فاش كندير الحديد كيتعاود في راسي كل نهار، كل ساعه، كل دقيقه، على ما خفتش نقول كل ثانيه. وباش نجاوب عليه كان خصني نجرب ثلاثه الحوايج مجموعين: جبل فوق 4000، درجة حرارة منخفضة، والثلج. Let's go to توقع. نسيت صاعد مول الطاكسي. يا ربي سلام. وصاحبي مشى توقع. صابر كيفاش؟ أنا صابر فيك. وقف نشوف غير عينيك. مش عرفتي واحد لافاتيك طيح عليك في عينيك. هنايا ورجل وحدة. بيه لي كرومبون تاني. الجب كرومبو جب لا كرومبو لا كرومبو. دابا ساعد من بعد شحال؟ بعد عامين من القطاع. نفس الحالة صالح مزالة. How do you feel؟ وصف لي الشعور ديالك بجوج كلمات. I'm in a dream man. باش تطلع لتشوف قال في التلج خاصك ضروري كرومبوات باش ما تزلقش. ايوا ما بغاوش يجدوا ليا في الرجل اللي كانت مرسة حيت الشوفية ما كتطلعش للماكسيموم ديالها. فاش كنتمشى في العقبة رجلي ما كتحطش كاملة، كيتحط النص القدامي. مني كنعفط هاد الحديدة كتطبق واحد الضغط على النص اللوراني ديال الكرومبوات كيتنصلو، ولكن ما تسوقتش وكملت غير بفردة وحدة حيت نيت كنت في حلمة، وهالحلمة اللي كنت فيها كي كانت. هكا كانت الحلمة، بزاف ديال السعادة اللي سالات فاش وصلت للصومي. اخيرا Thank you. Thank you.
طيب جاكت هاد النحس والله الا جاكت هاد النحس واش قالت لي صاحبي قالت لك فاض من هنا واش طلعت من الكتابيت عاود قالت لي شوف هادي الله باقي واحد جبيه رالي ما كنتش عارف انا هو راه بيني وبين بيني السيمانه ديال الطريق بلاش ندير واحد البوز باش نشرح لكم. الجاكيطة اللي كندوي عليها هي هادي، قبل 7 سنين طلعت بها لتوقال وكانت هاديك هي ثالث مرة كنوصل للصومي. كان معايا عبد الرحمن اللي هو هذا واللي كان تا هو داير كسيده ومعطوب في ركبته. فاش وصلنا للروفيج قال لي غاسير انا غنتسناك هنا، بقيت كنفكر وفي الاخر تحركت بوحدي حتى لشي 11. في الطلعات لقيت مع كاع الجروبات اللي كانوا طالعين هذاك النار هابطين. وصلت للصومي بوحدي ماشي الوحدة، بقيت كنشوف دوك الجبال هو يبان لي هاد الجبل اللي صغر من توقال غير بواحد الشوي. قلت مع راسي واش انت غتبقى دير غير هاد توقال بوحدو، شوف لك مع هاد الجبل. ديك الساعه ما كنتش كنعرف السميات وما كنعرف حتى جبل في البارك ناسيونال من غير توقال. قررت انني نهبط لتيزين توقال ونطلع لهاد توقال واست. وصلت للصومي ديالو وبقيت كنشوف عاوتاني، بان لي واحد الجبل واحد اخر هو يكذب عليا راسي وقال لي علاش اللي ما تمشيش لهاد الجبل وتهبط للروفيج من الجهه الاخر. الجبل اللي كنت كنشوف فيه هو وانو كريم، واشنو كنت كنحاول ندير؟ المهم انا غادي لهاد وانو كريم وهو كيجري كيبعد مني. توصلت لواحد المرحله اللي وليت باغي نرجع منين جيت وما قدرتش، باغي نرجع للروفيج وما قدرتش، باغي نوض نتمشى وما قدرتش. الحمد لله اللي دازت سالي. فاش رجعت حطيت ديك الجاكيط وما عاودتش لبستها. النهار اللي لبستها فيه مره اخرى هو النهار اللي درت فيه الكسيد، علاش والله ما عرفت. دابا شنو استفدوا هاد اللي كيتفرجوا فيكم هاد القصه ديالك؟ والو بغيت نعاودها وصافي. بغيتي تعاودها وصافي؟ بغيت نعاودها. ما عندكش مشكل كنسير. يمكنش لي ان اوصف الكميه ديال الطاقه والسعاده اللي كانوا فيا وانا طالع لهاد التوقعات. عمرني في حياتي كنت فرحان حتى الدرجة وانا طالع لشي صومي. يمكن حيت فشي وقيته من العام اللي فات كنت باغي غير نوض نتمشى عادي ماشي تنطلع الجبل وما كنتش كنقدر. يمكن حيت كيعجبني نتحدى راسي، ويمكن حيت شي طبيب قال لي شي نهار بلي خاصها تقطع. شي واحد اخر سولت دوك جوج اسئله اللي سولت في الاول وقال لي واش انت دابا وصلتي لشي جبال. وصلتش ليهم في ديك الوقيته، وانا كنوصل لاعلى واحد فيهم دابا وغنزيد نوصل ليهم كاملين ان شاء الله. شي مرات غيكون خاصك تبدل غير الجاكيطه باش يتيسروا ليك الامور، ماشي الجاكيطه. بغيت نقول طريقه التفكير ديالك. ما تنساش باللي بالإرادة والعزيمة ما كيناش شي حاجة اللي تقدر تغلبك، ما كيناش شي حاجة اللي تقدر تحبسك على الأهداف ديالك. بالإرادة والعزيمة ما كيناش شي حاجة سميتها مستحيل. كان معكم سعد الدقاق، وكانت هذه هي الإستوار ديال أول صومي من بعد الحديد.